طلابي طلاب الصف السادس دراسات اجتماعية، معاكم مس سامية فيار. مذاكرين يا سنة ستة؟ احنا خلصنا وحدتين في الجغرافيا، والنهاردة هنبدأ الوحدة التالتة في التاريخ، وهنبدأ الدرس الأول فيها بشخصية تاريخية هامة جدا، وهو شخصية أحمد عرابي. أحمد عرابي هتكلم فيه النهاردة، هتكلم عن حياته، هتكلم عن أسباب الثورة العرابية، هتكلم عن سياسة الاحتلال البريطاني في مصر. مش أحمد عرابي بس اللي هتكلم عنه، هتكلم معاه كمان شخصيتين هاميتين اللي هما مين بقى؟ مصطفى كامل ودوره ضد الاحتلال البريطاني، وهتكلم كمان عن محمد فريد. تعالوا نبدأ حلقتنا النهاردة في الدرس الأول في الوحدة الثالثة. النهاردة أنا هتكلم أولادة عن شخصية تاريخية هامة جدا، وهي شخصية أحمد عرابي. أحمد عرابي من الشخصيات الهامة اللي قدرت تقاوم الاحتلال البريطاني. أول حاجة عايز أعرفها هي حياة أحمد عرابي، عايز أعرف دخل الجيش إزاي. أول حاجة في البداية بيقول لي إنه هو طبعا كان ضابط مصري. انضم للجيش إمتى؟ في عهد سعيد باشا، لما أصدر قرار سعيد باشا بأن كل ولاد العمد يجي أمر إيه؟ تجنيد، يعني يدخلوا الجيش. أحمد عرابي أولاد كان والده عمدة من العمد، وتولد في مدينة الشرقية، وعشان كده لما أصدر القرار قاموا بتجنيد أحمد عرابي ضابط في الجيش المصري. ترقى أحمد عرابي في هذه الفترة إلى رتبة أميرة لاي، رتبة أميرة لاي اللي هي رتبة حاليا عميد. الكلام ده كان إمتى؟ كان في عهد الخديوي توفيق. اللي بعد كده أنا هبدأ بيها الثورة العرابية، أنا هبدأ بيها كفاح أحمد عرابي، ودي النقطة الجاية اللي أنا هتكلم عنها، إن هو بدأ كفاحه في عهد مين؟ في عهد إسماعيل. يبقى أنا كده اتكلمت في ثلاث نقاط رئيسية، اللي هو دخل الجيش في عهد سعيد، وترقى في عهد توفيق، وبدأ كفاحه في عهد مين؟ إسماعيل. لما بدأ كفاحه، وليه بدأ كفاحه، أول ما تفصل ليه بدأ في الكفاح أولاد، بسبب استبداد النظام التركي والشركسي. الشركسي يا أولاد اللي هي العناصر الخليط ما بين مصريين وبين عناصر أخرى، يعني بمعنى ممكن يبقى الضابط أو الجندي ده جزء منه مصري مامته أو بابا، والجزء الثاني مش مصري، فده اسمه جركسي اللي هو التركي. التركي اللي هي الدولة العثمانية أو العثمانية، دول كانوا مسكين الجيش وقتها. فإيه اللي حصل؟ كل ما بتحصل ترقية الضباط دول هما اللي ياخدوا الترقية، والمصريين ما ياخدوش أي ترقية نهائي. طب هو عمل ايه بقى؟ بدأ يدافع عنهم، او يدافع عن الضباط زمايله المصريين، فأنشأ جمعية سرية سميت بجمعية مصر الفتاة. ومصر الفتاة دي كان هو عضو بارز فيها، لكن كانت جمعية في السر ما كانش حد يعرفها. يبقى أنا كده اتكلمت عن حياته اللي هي بدأ امتى؟ في عهد سعيد، وترقى في عهد توفيق، وبدأ كفاحه في عهد إسماعيل. وزي ما انا قلت لكم ان الاتراك والشراكسه هي العناصر او باقي الاجناس الايه الغير مصريه، واشترك في ايه في جمعيه اسمها جمعيه مصر الفتاه، واصبح عضو فيها. طيب هل احمد عرابي في الفتره دي كان لوحده؟ لا، كان معاه عناصر تانية، او كان معاه شخصيات تانية. الشخصيات دي كانوا بيساعدوه، كانوا واقفين جنبه. زي مين الشخصيات دي؟ او زي ما انا قلت لكم لم يكن وحيدا، لكن كان في شخصيات معاه. مين هي الشخصيات دي؟ عندي محمد عبيد، علي الروبي، علي بك فهمي، عبد العال حلمي، محمود سامي البارودي، والامام محمد عبده. الشخصيات دي كلها ساعدت احمد عرابي ضد الاحتلال. هنبدا دلوقتي نتكلم عن اول عنصر من عناصر درسنا، وهي اسباب الثوره العرابيه اللي انا هتكلم عنها دلوقتي. أسباب الثورة دي كانت ثلاث أسباب. الثلاث أسباب دول مهمين جدا، إنهم هم اللي ساعدوا على قيام هذه الثورة. الثورة دي اللي قادها أحمد عرابي. أحمد عرابي هنا سميت بثورته لأنها بتنسب إليه، لأن هو كان قائدها، هو قائد هذه الثورة. أول نقطة أنا هتكلم فيها هي ازدياد التدخل الأجنبي في شؤون مصر. طيب يعني إيه تدخل أجنبي؟ يعني الأجانب بيتدخلوا في شؤون مصريين. يبقى أكيد كان في سبب. إيه هو السبب ده أولاد؟ القروض. القروض اللي خدتها مصر من أجانب أو من إنجلترا عشان تخدم الدولة. فالقروض دي وقعت مصر في مشكلة الديون.
طب وإيه كمان؟ الامتيازات دي كمان منحتها الدولة العثمانية للرعاة الأجانب، الرعاة الأجانب اللي هم الغير المصريين، قالت لهم تعالوا مصر وقعدوا فيها وأنا هراعيكوا فيها. طبعا دي كانت إيه؟ مشكلة كبيرة، المصريين اللي قاعدين في مصر مش قادرين حتى يعيشوا فيها، وهم جايبين أجانب عشان تعيش فيها وتاخد خيرها. فدي أول نقطة عندي، بيقول لي الدولة الامتيازات الأجنبية هي إيه؟ الدولة العثمانية أعطتها للرعاة الأجانب، وما أدى إلى توافدهم. توافدهم يعني إيه؟ يعني جم بكم كبير جدا وسيطروا على الأمور البلاد، وكمان زي ما أنا قلت لكم إيه كمان؟ القروض التي زادت في هذا العهد. طيب في حاجة تانية؟ في حاجة تانية اللي هي إيه بقى؟ إنشاء مراقبة ثنائية. المراقبة الثنائية يعني إيه يا أولاد مراقبة ثنائية؟ كلكم هتسألوني يعني إيه يا ميس مراقبة ثنائية؟ يعني اتنين هم اللي ماسكين الموارد والمصروفات. يعني إيه موارد برضو؟ يعني إيه مصروفات؟ الموارد والمصروفات يعني ايه اللي داخل، او ايه دخل مصر، داخل ازاي او قد ايه، ومصر بتصرف قد ايه. ودول كانوا وزيرين، واحد فرنسي والتاني انجليزي، والاتنين دول كانوا بيراقبوا اعمال الحكومة. طبعا دي كان شيء سيء جدا، لان ده كان تدخل سافر جدا من انجلترا في مصر. يبقى عندي سببين، اولهم الامتيازات الاجنبية، والتاني المراقبة الايه؟ الثنائية. المراقبة الثنائية اللي هي ايه يا اولاد؟ اتنين بيراقبوا الحكومة المصرية سواء كانت على الايرادات او المصروفات، هو وزير انجليزي وواحد تاني فرنسي. النقطة التالتة اللي هتكلم عنها كمان، وهي سوء الاحوال الاقتصادية، وقبل الاحوال الاقتصادية هو اهمال الجيش. يعني ايه اهمال الجيش؟ يعني اي حد من المصريين كان بيدخل الجيش كان بيسرحوا. يعني ايه؟ يعني بيطردوا. تسريح الالاف من الجنود ومئات الضباط وعدم ترقيتهم، وترقيه مين بس؟ ترقيه الاجانب. والكلام ده كان في عهد مين؟ كان في عهد الخديوي توفيق، ودي كانت مشكله اكبر. طيب لما هو اهمل الجيش، شيء طبيعي انه يحصل ايه كمان؟ يحصل سوء في الاحوال الاقتصاديه. طب سوء الاحوال الاقتصاديه بسبب ايه؟ بسبب فرض الضرائب الباهظه على الفلاحين، وعدم توزيعها توزيعا ايه؟ عادلا. ما كانش بيوزع كمان الضرايب على المصريين توزيعا عادلا، لا ده كان في اكتر فئه كانت بتدفع ضرايب في الفتره دي هم الفلاحين الغلابه، هم دول اللي كانوا بيدفعوا الضرايب الفادحه، وده ادى الى سوء الاحوال الاقتصاديه عند مين؟ المصريين. يبقى انا كده اتكلمت عن اسباب الثوره العرابيه اللي هي ايه يا اولاد؟ ازدياد تدخل اجنبي في شؤون مصر، القروض التي زادت في هذه الفترة، تسريح الكثير من الجنود والضباط المصريين، وسوء الأحوال الإيه؟ الاقتصادية. في سؤال هنا جميل يقول لي إيه؟ بما تفسر في الجزء ده؟ يقول لي كده بما تفسر إيه هي، أو بما تفسر سوء الأحوال الاقتصادية في عهد توفيق ليه؟ إيه في عهد وزارة رياض باشا ليه؟ رياض باشا ده أولاد هو كان ماسك رئيس الوزراء، رئيس الوزراء معنى كده ان رياض ده كان شخص مستبد، وعشان كده اول حاجة هيقوموا بيها في مظاهرة عابدين ان هم يطالبوا بإقالة وزارة رياض. يبقى هنا عندي سوء الاحوال الاقتصادية ليه؟ بسبب فرض الضرائب الفادحة وسوء ايه؟ توزيعها، بسبب عهد وزارة رياض باشا. كده انا اتكلمت عن اسباب الثورة العربية. هتنقل لنقطة تانية وهي ايه بقى؟ وهي احداث الثورة نفسها اللي هي فين يا اولاد؟ اللي كانت اسمها مظاهرة عابدين السلمية. الكلام ده كان امتى؟ في 9 سبتمبر عام 1881، ودي اشترك فيها الجيش والشعب. طب ايه اللي حصل، او الثورة دي قامت ازاي؟ احمد عرابي يا اولاد اخد مجموعة من الجيش والشعب واتجه الى قصر عابدين اللي كان قاعد فيه الخديوي توفيق. طيب خديوي توفيق كان قاعد هو ومين؟ والقنصل الانجليزي والقنصل الفرنسي والحاشيه بتاعته. طيب لما حصل كده عمل ايه؟ دخل عليه احمد عرابي لخديوي توفيق وعرض عليه مطالب. ايه هي المطالب ديات؟ ايه هي المطالب؟ اولها اسقاط الوزاره المستبده اللي كانت بقياده مين؟ اللي كانت بقياده رياض باشا، اللي هي عزل مين؟ رياض باشا. اسقاط الوزاره ديت لما طالبها، لانها كانت زياره وزاره مستبده، يبقى دي كانت بقياده مين يا اولاد؟ رياض باشا. طيب الوزاره دي تم ايه؟ تم عزلها
او هو عايز يسقطها. طب ايه كمان المطلب التاني؟ تشكيل مجلس نواب. يعني ايه يا مس مجلس نواب؟ يعني مجلس شعب. ايه كمان المطلب التالت؟ المطلب التالت كان زيادة عدد الجيش الى 18,000 جندي. يبقى انا عندي هنا ثلاث مطالب في مظاهرة عابدين، ايه هما؟ اسقاط وزارة رياض باشا، تشكيل مجلس نواب، وزيادة عدد الجيش الى 18,000 جندي. طيب هل احمد عرابي لما عرض المطالب دي توفيق وافق في البداية؟ لا، توفيق رد عليه رد جامد جدا وقال له انتوا مجرد عبيد عندنا، انت عبد انت واللي جاي معاه، انه مالكوش حق ان انتوا تطالبوا بحاجة زي كده. رد احمد عرابي وقال له مقولة مشهورة جدا، قال له لقد خلقنا الله احرار ولم يخلقنا طرافا او عقارا، فوالله الذي لا اله الا هو سوف لا نورث ولا نستعبد بعد اليوم. طبعا بالرد اللي قاله احمد عرابي ده اضطر الخديوي توفيق ان هو يطالب على هذه الايه، ان يوافق على هذه المطالب. يبقى اما اقول لك هنا من النتائج المترتبه على مظاهره عابدين او نتائج الثوره العرابيه هي موافقه الخديوي على مطالب الجيش والايه والامه، وايه كمان يا اولاد، وشكل وزاره جديده، لان كان اول مطلب من مطلب احمد عرابي هو عزل وزاره رياض باشا المستبده، فاضطر الخديوي توفيق ان هو يوافق على مطالب احمد مين؟ عرابي. وده كان اول نجاح لاحمد عرابي في ثورته. طيب هل بريطانيا هتسكت؟ لا، بعد الثوره دي كانت دي بدايه الاحتلال على مصر. وقفت الاحتلال البريطاني ده ولاد وقف ضد الحركة الوطنية، فعملوا ايه بقى اللي انا هقوله لكم دلوقتي. موقف انجلترا اللي هو ايه، وقفت انجلترا ضد الحركة الوطنية ودبرت بعض الحوادث في اسكندرية. قبل ما اكمل الحوار بتاع اسكندرية ده، انا عايزك تفهم ايه حادثة الاسكندرية دي وليه حصلت. اول حاجة لما عملها الخديوي توفيق عين وزراء كتير، من ضمنهم كان وزير الحربية قبل أحمد عرابي كان محمود سامي البارودي، بعدها على طول أحمد عرابي مسك وزير الحربية. وأحمد عرابي أول ما مسك وزير الحربية ده اللي قال إيه؟ قال أنا أتعهد بنشر الأمن والأمان في البلاد. إنجلترا لما سمعت كده قالت إن أحمد عرابي بيقول إن هو ينشر الأمن والأمان في البلاد، لازم تعمل حاجة وتدبر ضده حاجة عشان تثير الأمن ده. فعملت ايه؟ دبرت حادث اسكندرية ده. طب هي دبرته ليه؟ عشان تظهر وتكون دليل على عدم قدرة احمد عرابي على اقرار الامن والنظام. يبقى ده سؤال مهم جدا، يقول لي ايه بما تفسر دبرت انجلترا حادث الاسكندرية ليه؟ لدليل على عدم قدرة احمد عرابي على اقرار الامن والايه والنظام، لان احمد عرابي في الفترة دي يا اولاد كان ماسك وزير الحربية، فهم عايزين يشيلوا احمد عرابي او يعزلوه من منصبه، فعشان كده دبروا ليه هذه الايه هذه الحادثة. طب هو كان توفيق معهم؟ للأسف توفيق كان بيساند انجلترا في كل المواقف. حصل ايه بقى في من توفيق في الفترة ديت؟ صارع البريطانيون بضرب مدينة الاسكندرية بالفعل، وقام الخديوي توفيق بإقالة أحمد عرابي من الوزارة، وهم ده اللي هم كانوا عايزينه. يبقى أنا كده عرفت إن توفيق هو اللي عزل مين؟ أحمد عرابي. طب الشعب كان عامل إيه وقتها؟ الشعب قرر مواصلة الدفاع عن البلاد بزعامة أحمد عرابي، وإن الغلبة للأسف كانت للقوات أو لصالح القوات الإيه؟ البريطانية، برغم إن الشعب وقف مع أحمد مين؟ عرابي. كده أنا اتكلمت عن موقف انجلترا واتكلمت عن موقف مين؟ توفيق. طيب الاحتلال بقى عايز يدخل مصر، فشل القوات البريطانية في الدخول عن كفر الدوار، وانا هوريها لكم دلوقتي على الخريطة ازاي فشل. لكن قدر يدخل للأسف عن طريق ايه بقى؟ عن طريق قناة السويس. طب ازاي مس دخل عن طريق قناة السويس؟ اللي حصل يا ولاد، اللي في حوار حصل ما بين احمد عرابي وبابين ديليسيبس. الحوار ده كان بيقول ايه عشان تفهم هو ازاي دخل عن طريق قناة السويس؟ احمد عرابي قال لديليسيبس انا عايز اردم القناة، فديليسيبس قال له لا ما تردمهاش، ده القناة دي على الحياد. يعني ايه حياد يا ولاد؟ يعني عدم استخدامها اثناء الحرب. طيب ايه اللي حصل بقى؟ ديليسيبس راح اخد الكلام ده وقالوا لمين؟ لانجلترا.
فانجلترا استنت الفرصه وراحت داخله القوات او دخلت القوات الانجليزيه عن طريق قناه مين؟ السويس. طب ده يدل على ايه يا اولاد؟ على خيانه ديليسيبس للاسف باحمد عرابي بامر من الخديوي مين؟ توفيق اللي ساعده على كده. بعدها لما دخلوا القناه اتقابلوا في اسماعيليه وبعدها اتقابلوا في حته اسمها التل الكبير، حصلت معركه بين احمد عرابي وبين انجلترا، وللاسف المعركه دي انهزم فيها احمد عرابي اللي بعدها دخل مدينه القاهره. انجلترا دخلت القاهره واحتلت مصر عام 1882. وهذا الصراع اللي كان بين احمد عرابي وبين انجلترا في الغلط اللي وقع فيه احمد عرابي في خيانه ديليسيبس دامت مصر 74 عام بهذا الاحتلال من عام 1882، وده كان بدايه الاحتلال البريطاني في مصر. زي ما انا كلمتكم يا اولاد دلوقتي على خط سير الحمله، هو دي الخريطه اللي بدا بها الاحتلال. ادي كفر الدوار اهي اللي ما قدرتش الاحتلال البريطاني يدخل عن طريقها القاهره. فجم منين بقى؟ خرجوا من اسكندريه هنا وجم عند بورسعيد هنا اللي هي قناه مين؟ السويس، اللي عن طريقها دخلوا الاسماعيليه. ومن الاسماعيليه حدث معركه في المنطقه دي اسمها معركه التل الكبير، اللي بعد ما انهزم فيها احمد عرابي للاسف دخل الاحتلال الانجليزي مصر من في القاهره. كده انا اتكلمت عن الاحتلال البريطاني ودور احمد عرابي في مقاومه الاحتلال. في بعض الاسئله اولاد هردها عليكم، تعالوا نشوفها مع بعض. اول سؤال بيقول لي بما تفسر هزيمه احمد عرابي في موقعه التل الكبير؟ سببين مهمين جدا، اولهم خيانه الخديوي توفيق بسبب اقاله احمد عرابي من منصبه، وكمان ايه اولاد؟ وكمان بسبب خيانه ديليسيبس لانه سمح للانجليز بالمرور من قناه مين؟ السويس، وكانت دي خيانه عظمى بالنسبه لاحمد عرابي لانهم ساعدوا وقتها في دخول الانجليز الى مصر. دلوقتي يا اولاد انا هتكلم عن السياسه البريطانيه في مصر اللي هي نتائج الاحتلال البريطاني في مصر. اول حاجه بيقول لي الغات بريطانيا المراقبه الثنائيه، خلاص هي مش محتاجه واحد فرنسي معاها، لا ده هي خلاص بقت بقيمه بالفعل في مصر، فعشان كده الغت الرقابه دي عشان هي اللي تسيطر لوحدها على كل الامور الموجوده. الغاء مجلس النواب، المجلس النواب اللي كان انشئ اتلغى اللي هو مجلس الشعب. ايه كمان؟ اصبحت مصر قاعده بتزود الصناعه الانجليزيه بالقطن، يعني كل القطن المصري كان بيروح لانجلترا، واهمال الزراعه الايه المصريه، للاسف اهمال الزراعه المصريه، كل كان الصناعه المصريه اهمال الصناعه ازاي؟ لان كل الحاجات اللي كانت موجوده عندنا من زراعه كانت بتاخدها انجلترا لحسابها. مش كده وبس، لا، فرض الضرائب الباهظه على الشعب المصري، وحاجه تانيه كمان خفض الانفاق الحكومي على حاجتين مهمين جدا في ميزانيه الدوله، التعليم والصحه، لا بيصرفوا على تعليم ولا بيصرفوا على صحة خالص. طبعا ده أدى إلى أي تدهور الأحوال في مصر بشكل ملحوظ جدا. وإيه كمان؟ أرغموا مصر، يعني جعلوا مصر تدفع تعويض لإنجلترا مقابل إيه؟ مقابل الخسائر اللي نتجت عن العمليات الحربية أثناء الاحتلال. جعلت مصر هي اللي تدفع هذا الإيه؟ هذه المبالغ الكبيرة. يبقى ما أتكلم عن السياسة أو نتائج الاحتلال بتكلم عن ست نقاط مهمة: إلغاء الرقابة الثنائية وإلغاء مجلس الشعب وأصبحت مصر قاعدة لتزويد الصناعة وإهمال الصناعة المصرية، فرض الضرائب، خفض الإنفاق الحكومي، وأن تدفع مصر إيه؟ أو تعوض إنجلترا أن تدفع لهم مقابل الخسائر التي تجد عن العمليات الإيه؟ الحربية. كده أنا خلصت الجزء بتاع السياسة البريطانية في مصر، وهتكلم دلوقتي عن نقطة تانية خالص وهي الحركة الوطنية، وهتكلم عن شخصية هامة جدا وهي شخصية مصطفى كامل. مصطفى كامل هتكلم عنه ان هو تولى الحركة الوطنية في اواخر القرن ال19، وكان كل هدفه يا اولاد ان هو كان بيخطب خطب ومقالات كتير جدا بيندد فيها بالاحتلال ده وكراهية الاحتلال البريطاني في الفترة دي، وكمان كان بيقنع المصريين ان الجلاء ده ليس مستحيل. وده اول نقطة انا هتكلم فيها، ان هو تولى في اواخر القرن ال19 ووجه خطبه للشعب المصري ووضح ان جلاء الانجليز زي ما انا قلت لكم ليس مستحيل. طيب ايه كمان؟ اتصل بكل القوى الخارجيه. يعني اتصل بكل القوى الخارجيه، يعني كان ليه اتصالات دوليه علشان يناشد ويندد
بمخاطر ايه؟ بمخاطر الاحتلال وبشاعته وفظاعته في مصر. وكان اللي بيساعده على كده كمان الخديوي عباس حلمي الثاني، كان دايما بيقف جنبه وكان بيساعده في مساعدة الحركة الايه؟ الوطنية. كان من اهم الاعمال اللي قام بيها مصطفى كامل هو اسس جريدة سميت بجريدة اللواء عام 1900، وظهر دوره في هذه الفترة في هذه الجريدة لانه كان بيفضح فضائح الاحتلال البريطاني، يعني كان بيزحها سواء كان داخل مصر او خارجها. طيب ايه كمان؟ مصطفى كامل عمل حاجة كويسة جدا، ان هو اتصل بالشخصيات الاوروبية بما تفسر ليا اولاد ليفضح سياسة الاحتلال الانجليزي فين؟ في مصر. طيب النقطة اللي بعدها، اكبر دولة كانت مؤيدة ليه وكانت واقفة جنبه هي فرنسا، فعقدت بعدها اللي انا هقول لكم دلوقتي برغم ان هي كانت مؤيدة ليه لكن للأسف تخلت عنه بعد كده. طب هي تخلت عنه ليه؟ لانها عقدت مع انجلترا صفقة او اتفاقية، سميت هذه الاتفاقية باتفاقية الاتفاق بالاتفاق الودي عام 1904، وكان هذا الاتفاق ضد مصر. ليه؟ لان فرنسا وقتها تخلت عن مصطفى كامل. طب الاتفاقية دي كانت بتقول ايه؟ اطلاق يد انجلترا في مصر ويد فرنسا في المغرب. يعني ايه؟ انت يا انجلترا ماسكة مصر خليكي ماسكاها زي ما انتي، وانت يا فرنسا ماسكة المغرب خليكي ماسكاها وملكيش دعوة بايه؟ بمصر. للأسف الشديد تخلت الدول الأوروبية خاصة فرنسا عن تأييدها لمصطفى مين؟ لمصطفى كامل. يبقى أنا كده اتكلمت عن شخصيته، طبعا هم جابين لي نبذة مختصرة صغيرة عن مصطفى كامل، وأسس جريدة اللواء عام 1900 والاتفاق الودي عام 1904. طيب الكفاح بتاعه ده اللي أنا اتكلمت عنه ده كان إزاي اللي أنا هتكلم فيه دلوقتي؟ كفاح مصطفى كامل ضد الاحتلال ده نتج عنه ايه؟ نتج عنه حاجة مهمة جدا، وهو عزل اللورد كلومر في منصبه او من منصبه كمعتمد بريطاني بعد حادث دونشواي. حادث دونشواي ده اولاد حدث في قرية من قرى المصرية تسمى بدونشواي، وحصل ان اللورد كلومر ده اعدم عدد كبير من المصريين في هذه الفترة بسبب ان كان احد الجنود بيصطاد طائر من الطيور فجاه الرصاصه في احد الفلاحين اللي كانوا ماشيين في الشارع او كانوا ماسكين في الطريق. ماتت هذه المراه، اتلمت عليها الناس وفكروا ان مين؟ ان الجنود هيتهجم عليهم المصريين دول. فضلوا يجري يجري يجروا لغايه ما واحد منهم مات. اللي مات ده اللورد كلومر عمل في القريه دي بشعه، اعدم منهم عدد كبير حوالي 5 والباقي سجن بالمؤبد. هذه الحادثة كانت مشهورة جدا في هذه الفترة وندد بها مصطفى كامل، عشان كده لما ندد وكل الدول الأوروبية عرفت بالحدث ده تم عزل اللورد مين؟ كلوبر من منصبه. وإيه كمان؟ وأنشأ حزب سمي بالحزب الوطني عام 1907، وتوفي بعدها مصطفى كامل عام 1908، وتولى بعدها رمز الإخلاص والتضحية اللي هو مين؟ محمد فريد اللي أنا هتكلم عنه دلوقتي. محمد فريد بقى مكمل مسيرة مصطفى كامل، فوضع برنامج لسياسته، تحرك في جميع القوى السياسية في الفترة دي. يعني هو كان مش ساكت، كان زي ما مصطفى كامل كان بيتكلم عن فضائح الاحتلال، هو كمان كان بيتكلم عن المشكلات دي، سواء المشكلات دي كانت داخلية أو خارجية. محمد فريد وضع برنامج سياسي لبحث المشاكل الداخلية لمصر، ودعا إلى إيه؟ أولها جلاء الاحتلال البريطاني عن مصر. كمان نادى بإنشاء مجلس نيابي اللي هو مجلس الشعب، وأسس كمان يا أولاد حكومة وطنية مستقلة، وأنشأ حاجة جميلة جداً اللي هي المدارس الليلية عشان يعلم فيها العمال والفقراء بالمجان. يبقى أنا أول ثلاث نقط عندي في أعماله جلاء الاحتلال الإنجليزي وإنشاء مجلس نيابي وتأسيس حكومة وطنية. طب وإيه كمان يا مس؟ اللي هو أنشأ مدارس ليلية لتعليم إيه؟ لتعليم الفقراء بالمجان. وعمل حاجة مهمة جدا وتحسب ليه في الفترة دي، اللي هو رفض مد امتياز قناة السويس مرة تانية عام 1910، بمعنى مد الامتياز ده ان فرنسا وانجلترا وفرنسا بالتحديد كانت مستفيدة بالقناة دي،
فهم كانوا عايزين يمدوها، لما اخدوها امتياز حق انتفاع 99 سنة وعايزين يمدوها تاني، قال لا قناة السويس دي مصرية والمفروض اللي يستفيد بيها مصريين. وهذا الموقف كان يحسب ليه، لان رفض مد هذا الايه هذا الامتياز. طيب محمد فريد للاسف لما حصل كده بدات السلطات الحاكمه في مصر تراقبه وتضطهده، خاصه سياسه الاحتلال البريطاني، وبدات تأيد عليه وتراقبه. كان نتيجه ده ايه بقى؟ نتيجه ده ان هو راح اوروبا، ساب مصر خالص وراح اوروبا عشان يعرض المشكلات دي كلها فين؟ في مصر، والمناداه بالاستقلال في مصر. السؤال بيقول لي ما النتائج المترتبة على تضييق السلطات البريطانية على محمد فريد؟ تأدى إلى إيه يا أولاد؟ ألا اتأدى إلى مد نشاط الحركة الوطنية إلى أوروبا وبحث مشكلات مصر والمناداة بالاستقلال خارج مصر. طب أنا هعكس السؤال وقلت بما تفسر مد نشاط محمد فريد خارج الحركة الوطنية إلى أوروبا، أدى إلى أو بما تفسر ليه؟ ها ليه؟ زي ما أنا قلنا بسبب تضييق السلطات البريطانية على محمد فريد وكده، وبحث مشكلات مصر ومناداة بالاستقلال. يبقى لو جالي من نتائج تضييق هقول ايه؟ هقول بسبب مد الحركة الوطنية ومشكلات، وما تفسر لمد بسبب تضييق السلطات البريطانية على محمد مين؟ فريد. وعشان المشكلات دي كلها ينادي بيها برا مين؟ برا مصر. وطبعا بعدها توفى محمد فريد عام 1919، اللي هتبدأ بعدها مسيرة سعد زغلول اللي هنتكلم عنها الحلقة الجاية إن شاء الله. انتهت حلقتنا النهاردة في الدرس الأول في المحتوى الثالثة، وخلي بالك لسه في كمان درس تاني. وكمان يا أولاد لازم تذاكر درس الدرس، ولو فاتتك أي حلقة تدخل على قائمة التشغيل الصف الثالث على قناة الإسكولة، هتلاقي كل دروسنا وراجعها في أي وقت أنت عايزها. كمان لازم تذاكر درس الدرس، لأن طبعا احنا عندنا فيلم قصير ومنهج طويل، ولو فاتتك حاجة زي ما قلت لك تلاقيها في حلقة تانية. أتمنى لكم بخير، أشوفكم إن شاء الله في الحلقة الجاية، سلام.